كنا كيكونوا اعداء النجاح للناس اللي في الدومين ديالك كيحاربوك ما باغينكش اصلا تبان ما باغينكش تطلع في مدينتك. اول حاجه كنبغي نقول لكم السلام عليكم انا امينه قطاش فنانه مدينه المحمديه. كنبغي نشكر المنابر اللي حاضره معنا اليوم واللي كدير تحت ليا المهرجان في دارها. انا فرحانه بزاف 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 بالمشاركه ديالي في هذا المهرجان، وخصوصا انني بنت محمديه وما كنتش متوقعه بصراحه هذا الحضور الكبير ديال الجمهور ديال المحمديه. كنت متوقعه يكونوا ناس ولكن ماشي حتى لهذ الدرجه. هادشي اللي نقول لكم، بغيت نقول لكم غير شكرا بزاف على التغطيه ديالكم، وشكرا للناس المحمديه، وشكرا للمجلس البلدي اللي استدعاني باش انني نشارك في هذا المهرجان. شو كيكون الشعور ديال الفنان ملي كيوقف في منصه في المدينه ديالو مع ولاد مدينته؟ اش غنقول لك؟ تنهت لانه ما نكذبش عليك، في الاول كيكون واحد لودخاك، هذا اي فنان كيحس بلودخاك في الاول، غير هو باش انه يكمل يعني السهره كامله وهو مخلوع. لا انا كنت فرحانه اليوم حيت خصوصا كي قلتي انتي ولاد محمديه ولاد مدينتي، حسيت براسي انني فرحانه ومرتاحه، وخصوصا ملي لقيت واحد التجاوب كبير مع ولاد مدينتي. شكرا. مرحبا. الجديد ديالك؟ الجديد ديالي كتسحب راسك جنتلمان، هذا هو الجديد. ممكن تحفينا بواحد المقطع غنائي للمشاهدين اللي ما استطاعوش انهم يشوفوا؟ كاين عندي مقطع غنائي ولكن نغني على المحمديه. لانه اول اغنيه انا سجلتها وانا صغيره كنت سجلت اغنيه على مدينه المحمديه. اللي هي غادي نغني لكم دابا. ما بين لمدون زايا محمديه بايع، ما بين لمدون زايا محمديه بايع. ما عندكش صراع مع شي فنان ولا فنانه؟ بصراحه لا. شوفي مثلا كتحاولي تربصوا بين ولا هذا؟ ماشي غنقولوا صراع، ولكن نقولوا ان كيكونوا اعداء النجاح للناس اللي في الدومين ديالك كيحاربوك ما باغينكش اصلا تبان، ما باغينكش تطلع في مدينتك، هادشي عادي في اي بلاصه وماشي غير في المجال الغنائي، في جميع المجالات كنلقاو هذا المشكل. كاين شي واحد في تعاريخنا شي واحد كاتبو غنائي جيد، واحد الطريقه كتهيجي بها الجمهور. ايوا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ما كاينش شي سر، هذا من حب الجمهور. وزائد على هذا الشيء انني حاولت انني ندير الوان غنائيه مختلفه باش انني نقدر نرضي اكبر عدد من 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 الاراء. يقول المثل الدارج العام يقول فوت الحفاد، اذا الا تطرح عليك ديو ديري اسماء المنور. اسماء المنور الدنيا باتمان. تيحصل لي الشرف انني ندير معها ديو، غير هو يعني الا كان هذه الامكانيه مع دنيا باطنة ما غنكرهاش، ولكن انا قبل يعني الفكره كانت عندي مع اسماء المنور. انا في المباشر كنشكروك وهذا، وعارفين فنانه كبيره كيقول لك واش قضيتي شي اجر مزيان هنايا في المعرض في سهره؟ شوف انا بصراحه الاجر اللي عندي انا هو انني نطلع في مدينتي، هذا هو التكبيره ديالي اكثر من اي حاجه اخرى. باش انها مدينتك يكبروا بك ويعيطوا لك، والجمهور ديال مدينتك يكبر بك ويجاوب معك، هذا هو اكبر اجر انني خديته. الطريقه اللي بغى يقول ربما الاخ خالد هو على حسب التعليق، هو ممكن يقول حي لا يطرب، واش القيمه اللي تعطيتي كبنت المدينه كواحد خوب غني؟ اكيد لا. اكيد. شوف هذه اكيد لا، هذه ما غنلمسوهاش غير هنا في المحمديه، في جميع المدن نفس العلم كنلقاو ان مطرب الحي لا يطرب، هذا العادي، ولكن غير كبدايه راه مزيانه، غير مني تفكروك وكانت هذه التفاته وانهم كبروا بك وطلعوك، دونك راه مزيانه. وبالنسبه لي انا كي قلت لك الاكبر قدر خديته هو مع الجمهور، مني لقيت انا واحد التجاوب مع الجمهور، هذاك هو الاعتراف الكبير. وحده في اللايف كتقول لك اكبر كاش خديتي شحال في السهرات ديالك النهار ديالك؟ واش دابا كاين في اللايف ولا انت اللي كتشوف؟ وريني شوف شوف. اللايف كيقول لك هاي كتب لك اسماء بينما اختك هذه فاطمه زهره كتقول لك الغرامه شحال طيحتي فيها؟ الغرامه
واقول له ما جيتيش واش طيحي عليا انا كنتسناك لي فيستيفال راه فيه مغرامه اكبر كاش خديت من الدار ديتي شحال هو بصراحه كيبقى الخصوصيات ما نقدرش نقول لك هي بغات تعرفيها شي حاجه قولها شي حاجه مزيانه شي حاجه مزيانه حاجه مزيانه مزيانه واليوم صابوا معاك لا الحمد لله كي قلت لك انا غيب مجرد انها كانت ديك التفاته ليا في مدينتي وكان واحد الجمهور كبير وكان واحد التجاوب هذا هو اكبر اعتراف واكبر اجر خديته انا بالنسبه لي اكثر من المادي يعني كان معنوي اكثر من المادي مسيره موفقه شكرا الله يخليكم شكرا